وزارة الدقهلية وبكيل وزارة الري بالدقهلية دكتور سعد موسى. مساء الخير يا فندم. مساء الخير دكتور، طيبين جمال المستمعين والمشاهدين. اشكرك دكتور سعد. حضرتك يعني هحكي لحضرتك بسرعه كده عن المشكله مهندس سعد بخصوص مجمع 63 ايسر كفر سرناقه، هتحل معايا يا فندم؟ سعادتك بالفعل اتصلت مع المدير عام الصرف في وزاره الداخليه. ايوه. وفعلا شكل لجنه من 15 يوم مضوا. الموضوع طبعا الوزاره برضك ما بتسيبش اي مشكله انها تحاول تحلها. اكيد يا فندم. ان شاء الله هو ده حلول الموضوع، وهحاول احول الخط بتاع الصف المغطى عن ارض الحاجه فتحيه بحيث انه ما يكونش فيه اعتراض، وان شاء الله سيتم تنفيذ الخط عن قرار العام. باشمهندس سعد، قال لنا في الوزاره ان في حاجه هتتعمل اسمها كسره، ايه الكسره دي؟ ما يعني يقصد انه يحاول بدل ما يمشي على طول ممكن اخد زي يعني اخد يمين اخد شمال، معناها كسره يعني صدور. فهمت حضرتك يعني يعني هتاخدوا طريق غير طريق المذكوره اللي تعرضت لكم. حتى ما يكونش فيها اعتراض. ايوه. ان شاء الله يكون فنيا وقانونيا يكون ورا بتوع صح. طب حضرتكوا كانوا برضو بلغونا ان انتوا عايزين تعهدات من المواطنين. وطبعا احنا برضك اما بناخد الحاجات ديتي اما بنمر من اي اراضي في اي مكان حتى كان تنفيذ خطوط جديده او عمل احلال وتجديد للخطوط موجوده لازم بناخد تعهدات وموافقه المتفقين الموجودين بالمنطقه. طبعا. شق قانوني. عشان ما تمروش بالمشكله تاني، بمشكله تبقى السيده فتحيه تاني. ان شاء الله. خلاص يا فندم اشكرك باشمهندس سعد، بشكر حضرتك على سعه صدرك، بقول يا رب يعني انت مش عايز اقول لحضرتك على كميه الدعاوي اللي انت هتاخدها لو انت حليت مشكله زي دي وبالفعل انها اتنفذت. انا نفسي مش هسيب الامر، يعني يوم ما هتحلوا انا هنزل وهوريكم ان المواطن المصري مفيش ابسط منه.